لقاء ولقاءات مع أهل الثقافة والإبداع. لقاء ولقاءات، إعداد وتقديم فيصل الجسمي. هذه الحلقة سنخصصها للشاعر التونسي الكبير الغربي السلمي الذي غادرنا منذ أسابيع رحمه الله. سنتحدث عن مسيرتي الإبداعية التي تزيد عن 4 عقود من الزمن مع أصدقاء الفقيد الذي عرفوه عن قرب كشاعر وكقاس. ضيوفنا هذا المساء في لقاء ولقاءات الأستاذ عبد الرزاق القلسي. مرحبا بمستمعي الإذاعة الثقافية بتونس وبالجمهور الأدبي الواسع. الأستاذ جميل فتحي الهمامي. مساء الخير أستاذ فيصل، شكرا على هذه الدعوة الكريمة. تحية موصولة لإذاعة تونس الثقافية بالاشتراك مع إذاعة ساقس وكافة المستمعين والمستمعات. الأستاذة درة المسغني. مساء الفل أستاذ فيصل، مساء النور لضيوفك ولمستمعي إذاعة تونس الثقافية وشكرا. الفريق العمل معنا هذا المساء على تقنيه البث الرقمي منجي الشعري، أنا المصدح فيصل الجاسمي. أجمل ما نبدأ به من كلمات وألحان مقداد السهيلي الخرافة، نستمع ونعود. قالوا الجدود الأولين إن الحياة لعبة يلعب مع ذا الطامعين، ولا يقولوش صعبة صعبة صعبة، قالوا الجدود الأولين إن الحياة لعبة يلعب مع ذا الطامعين، ولا يقولوش صعبة 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 صعبة، قال الجدود الأولي إن الحياة لعبة يلعب مع ذا الطامعين، ولا يقولوش صعبة، قالوا الجدود الأولي إن الحياة لعبة يلعب مع ذا الطامعين، ولا يقولوش صعبة، يبنوا القصور العالية بحجار من صور لهم للحار، يبنى القصور العالية بحجار مصور تحت القمر والدالية تحلى لهم للحار، قالوا الجدود الأولي إن الحياة لعبة يلعب مع الطامعين، ولا يقولوش صعب، قالوا الجدود الأولي إن الحياة لعبة يلعب مع الطامعين، ولا يقولوش صعب، يبنوا القصور العالية بحجار من صور تحت القمر والدالية تحلى لهم للحار، يبنوا القصور العالية بحجار من صور تحت القمر والدالية تحلى لهم للحار، في آخر البسمة يصحوا من الأحلام يلقوا القصور هوا ومرت سنين وعوام تملى العيون
نعود إلى لقاء ولقاءات ولضيوفنا هذا المساء، حصة مخصصة للشاعر التونسي الكبير الراحل الغربي مسلمي مع الأستاذ عبد الرزاق القدسي، جميل فتح الأمامي ودر المزغني. أبدأ مع الأستاذ عبد الرزاق القدسي، ماذا تقول عن الشاعر الكبير الغربي مسلمي؟ ماذا عشاني أن أقول بعد أن فقدت الساحة الثقافية تشتاقص في تونس؟ نعم، هذا الشاعر الفذ، هذا الشاعر الكبير الذي أثرى المشهد الشعري والمسرحي على امتداد أكثر من 40 عاما. كان أول لقاء معه سنة 2010، التقينا في بعض الفعاليات الثقافية التي كانت تنعقد في تونس وفي صفاقس، وتكلمنا عن الأدب وعن الشعر وعن الإبداع وعن المسرح، وظهرت آراؤنا متطابقة فيما يتصل بدور المثقف ودور الشاعر في المجتمع التونسي وفي المجتمع العربي وفي المجتمع الإنساني بوجه عام. كان هذا الرجل يحمل هما ثقافيا، كان يحمل هاجسا فكريا، لم يكن ممن يرى أن الأدب ينغلق على نفسه في أبراج وفي بروج مشيدة كما يقال، وإنما كان يرى أن الأدب جزء لا يتجزأ من حركية المجتمع، من حركية يعني البشر. الأدب جزء تكويني في فكر الإنسان، سواء كان طفلا أو شابا أو كهلا أو رجلا قد تقدمت به السن. هذا الرجل المعطاء، هذا الرجل الغزير في الإنتاج الشعري والأدبي، كان مثالا يحتذى في أخلاقه، في سلوكه، في معاملاته. كان رجلا محبا لكل الفضائل الإنسانية، وكان رجلا يعشق الأدب، يعشق الشعر، وله ثقافة واسعة، بل أكاد أن أقول ثقافة موسوعية تمتد من الشعر الجاهلي وصولا إلى الشعر الأموي والعباسي، وصولا أيضا إلى الشعر الحديث. إذن كنت أنصت إليه وكنت أتعلم منه. هذا الرجل الذي كان يعتبر بالفعل موسوعة للشعر العربي، نحن نعلم أنه أنتج العديد من الدواوين الشعرية، مثلما أنتج الكثير من المسرحيات، وقوبل إنتاجه في البداية بنوع من التهميش، قوبل إنتاجه في البداية بنوع من الإقصاء كما يقال، ولكن بعد 2010 تقريبا بدأت الفضاءات تنفتح أمامه، وبدأت المجلات الأدبية والثقافية يعني تكتب عن إبداعاته وعن أشعاره وعن قصائده. وأعتقد أن أي إنسان التقى به لقاء شخصيا إلا واكتشف الفضاء الإنسانية العظيمة التي كانت متجسدة في هذا الرجل الفذ، في هذا الشاعر الكبير الذي نرجو أن تكون أشعاره موضوعا للدرس، ليس فقط في المستوى الابتدائي أو الثانوي، بل تكون أيضا موضوعا لأطروحات جامعية في إطار الماجستير وإطار الدكتوراه. إذن هذا الرجل حينما التقيت به كان يحمل هاجسا يتخطى الوطن التونسي. نعم، هو كان عاشقا للبداوة وعاشقا للريف ومحبا لنمط حياتي فيه كثير من جمال البساطة كما يقال، ولكنه أيضا كان ينظر إلى الأعلى، ينظر إلى الأبعد، كان يحمل هم الوحدة العربية، كان يتمنى أن تكون هذه الدول العربية كلها موحدة في نظام واحد، في منظومة واحدة. هذا كان حلمه، هذا كان رجاؤه. من يدري، لعله يتحقق بعد زمن، بعد عقد من الزمن، بعد عقود، لسنا ندري. لكن الشاعر الغربي المسلمي كان يحمل هما كبيرا، هما عروبيا، هما وحدويا، رافقه منذ بواتير إبداعاته الشعرية إلى آخر ديوان كتبه، وهو ورد الله، وهو الديوان الذي كنا نحلم أن نحتفي به جميعا بحضوره، ولكن القدر كانت له كلمة أخرى. إذن رحم الله هذا الشاعر الفذ، رحم الله هذا الرجل الذي أثرى المشهد الشعري التونسي بحضوره الشخصي، بحضوره الإبداعي،
بحضوره الإنسان، وأعتقد أن اسمه سيظل على الألسن تلهج به كلما كان هناك حديث عن الشعر، كلما كان هناك حديث عن الوحدة العربية، كلما كان هناك حديث عن التيارات الأدبية والشعرية والمسرحية التي شقت الأدب التونسي على امتداد أكثر من 40 عاما. بقي أن أقول إشارة أخيرة، نعم. أنني التقيت بهذا الشاعر قبل أن يمرض بحوالي شهر، وكان هناك مشروع اتفقنا عليه صحبة الناقد أخي وصديقي نار دلبال، وهو هذا المشروع في أن نوجد كتابا يتحدث عن مسيرته الشعرية منذ بدايتها إلى آخر ديوان الذي هو كما قلت ورد الله، ولكن القدر لم يمهلنا لكي نرى هذا المشروع قائم الذات. ومع ذلك تبقى النية قائمة في أن ننجز كتابا يحتفي بذكرى هذا الشاعر ويحتفي بكل إبداعاته بمسيرته الشعرية منذ الديوان الأول إلى آخر ديوان، طبقا للرغبة التي كانت تحدوه، طبقا للحلم الذي كان يسكن وعيه ويسكن خياله، في أن ننجز دراسة مستفيضة عن كل أشعاره وعن مسرحياته حتى يعرف الجيل الجديد، جيل الشباب خاصة، من يكون الغرب المسلمي، من يكون هذا الشاعر الآتي من البادية، الآتي من نريف مدينة صفاقس، لكي يثري الساحة الثقافية ولكي يضع بصمته الخاصة في الشعر التونسي، كيف لا وهو الرجل الذي كان عاشقا لعمود الشعر وعاشقا للنظم الكلاسيكي الشعري، مثل ما كان عاشقا أيضا للقصيدة الحرة والقصيدة الجميلة ولكل ومضة من ومضات النفس ومضات الروح. إذن في سيرة هذا الرجل الكثير من الدروس والعبر والعظات للنقاد وللباحثين وللدارسين وللشعراء الشبان، ولذلك ينبغي أن تبقى ذاكرة هذا الرجل حية على مر الأزمان حتى ننهل من معين شعره ومن معين مسرحياته، وهو الرجل أيضا الذي كان مسكونا بهواجس الطفولة، كان دائما يتساءل ما هو الأدب الذي يمكن أن ينفع الناشئة وينفع الطفولة. هو اختار المسرح، ومسرحياته كانت يعني تحظى يعني جمهورا من الأطفال ومن الشباب محترم. أذكر ذلك في سنة 2010 2011 2012، وكان هناك بالفعل إقبال على مسرحياته، لأنه يعتقد أن المسرح وسيط تربوي لا غنى عنه في نحت شخصية الطفل ونحت شخصية الناشئين بصورة عامة. إذن الكلام يطول، أن أبلغ سلامي إلى الحضور الناقد والقاص زميل همامي ومدام درة نظراني أيضا. كل الشكر أستاذ الناقد عبد الرزاق قلسي لالتزامات مهنية يغادرنا. أستاذ جميل فتح الهمامي، غربي مسلمي، صاحب الخمائل والحرف الأخضر، وطن العدن الخبيل، صاحب أكثر من 150 كتاب للموجه للطفل، صاحب وطن لرحيق القمر، تجليات الفتاة البدوي، ورد الله آخر ديوان كتبه الأستاذ غربي مسلمي، هذه الانتاجات الغزيرة لهذا الشاعر التونسي الكبير، ماذا تقول عنه؟ رحم الله الشاعر الكبير صديقي الغربي المسلمي، ولا نقول إلا ما وصلنا يعني به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا الغربي لمحزونون، رحمك الله. عرفت غربي المسلمي، عرفته في صميم يعني شغلي ومهني كأستاذ لغة عربية باعتباري هو متفقد للغة العربية. نعم. عرفته أيضا كشاعر، لا سيما أني قدمت له ثلاثة يعني مجموعات شعرية، الأولى بعنوان تجليات الفتاة البدوي، وتحدث الصادرة فيها سنة 2006 أعتقد. نعم بالضبط، هي صدرت سنة 2006، وقد تحدث وكان يصف فيها نفسه عندما يقول الفتاة البدوي، لأنه من مدينة العامرة من ولاية صفاقس، ولطالما افتخر بانتمائه إلى تلك الأرض الطيبة. نعم. إلى ذلك الريف، إلى تلك الحياة البسيطة، وكان دائما يكرر أنا سليل يعني الأرض وسليل القمح وسليل الزيتون. تقدمت له أيضا كتاب ثاني يخص أدب الطفل، مقتبسة عن كليلة ودمنة وقصة الأرنب والأسد. نعم. أيضا قدمت له الأقحوان لا يستحم وحيدا، وهي أيضا مجموعة شعرية صدرت يعني
تقريبا سنة 2016، أي قبل حوالي 5 سنوات من وفاته. من الآن. الغربي المسلمي إنسان وشاعر. أذكر أننا أيضا أستاذ فيصل كان لنا موعد شبه قار تقريبا، باعتبار أنه ينزل إلى ولاية ساقس كل يوم سبت، فكان دائما ما يبحث ويوصيني في الهاتف أن نلتقي كافيتيريا هادئة لنتحدث بهدوء، ويجلب معه آخر يعني مخطوطاته وآخر القصائد التي كتبها، فنتناقش فيها طويلا. كان مهووس حد يعني الجنون بالقضية الفلسطينية وبالعروبة، وشعره قلما يحتوي على ذكر للأقصى ولفلسطين المغتصبة ولحلم يراوده طويلا. وقد قال لي منذ أن كنت تقريبا يعني تلميذا في البكالوريا أو طالبا في الجامعة، ذلك الحلم بتوحيد العالم العربي وأن يرى العالم العربي موحدا قادرا على أن يتصدى للعواصف وللزلازل، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية التي عصفت وتعصف به الآن. الغربي المسلمي شاعر من سنة أخرى، وليس من باب رمي الورود أو يعني انخراط في تلك المنظومة البائسة التي كلما مات أحد القامات سواء الفنية أو الأدبية إلا أقاموا له صرحا. بالعكس، لقد أقمنا صرحا للغربي المسلمي وهو على قيد الحياة، واحتفينا به طويلا سواء في منتدى العربي للدعاجي أو في يعني المقهى الأدبي عبد الرزاق نزار أو في دار الثقافة بحر أو في المكتبة العمومية بساقس. يعني يقول عن نفسه أستاذ فيصل في ديوانه هو لا يستحم وحيدا، وعن تجربة الكتابة بالنسبة إليه يقول: قيل إن نجوم القصائد ممهورة للضياء، فمضى باحثا في مجرته عن مروج ببرج الكتابة، كان يحمل بعض النجوم بذارا، تناول نجمة ودثرها بالسحابة. يعني هذا الشاعر يكتب خارج فلول الكتابة، هذا الشاعر يبحث عن لغة داخل اللغة ويبحث عن صورة داخل الصورة. قاتل الله هذا الفيروس اللعين الذي اختطفه منا ذات صيف قبل أسابيع، وحلمه كما أشار الناقد والأستاذ عبد الرزاق القرصي وقد حدثني عنه طويلا ورد الله، وربما أصرحك أستاذ فيصل يعني هذا يعني ما يشبه ربما السر، وليس بالسر، هو أقوله على موجات إذاعة تونس الثقافية، أنه عندما في آخر جلسة معنا قال لي يعني أستاذ جميل، ورد الله أم ورد الله؟ يعني كان الاستشكال حول يعني النصب أو الكسر، هل لأنه نقول هناك اختلاف كبير بين ورد الله وورد الله. نعم، اختلاف كبير أستاذ فيصل. وكنا نحتفي القهوة آنذاك، وقلت له صديقي العزيز الغربي المسلمي: أنا أذهب إلى أن تقول ورد الله، لأن الورد هو طبعا ورد يا ذو مرجعية دينية مرتبط أساسا، طبعا مرتبط أساسا بمجموعة من الأدعية، أما ورد الله ففي سورة، والمهم في سورة شعرية، وتناقشنا طويلا وكان يعني مقتنع إلى حد ما بورد الله، ولكن كما قال الأستاذ عبد الرزاق كان الموت أسرع، كانت المنية أسرع إن اختطفت منا شاعر كبير لا سيما على مدينة ساقس أو على المستوى الوطني بل على المستوى العربي، خاصة وأنه أستاذ فيصل كانت ستوجه لنا دعوة في 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 تقريبا يعني جانفي المقبل، وأنا والغربي المسلمي عبر صديقنا الغالي يعني الذي يعني يقيم في 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 تركيا، هو أصل من أصل سوري يعني أنور العلي، وهو كاتب وشاعر يعيش في سوريا، وجاء إلى مدينة ساقس ويحب تونس كثيرا، وحضر ذات مرة عندما قرأ في أحد الأمسيات الرمضانية في الغرب المسلمي رحمه الله ودثر يعني ثراه، قرأ قصيدة حلب وبكى، بكى في الغرب المسلمي عندما تذكر حلب الجريحة التي عصفت بها الدماء والحروب، فبكى وبكينا معه، وبكى صديقنا أنور ووعده ووعدني بأن تكون لنا زيارة تجمعنا لننشد الشعر ولنذهب، ولكن كما قلت للأسف كان هذا الفيروس أسرع واختطف منا شاعر في حجم الغربي المسلمي. نعم، سنتحدث بعد قليل كذلك عن الشعر الغربي المسلمي كعربي، كرجل مثقف قومي يحب عروبته إلى حد النخاع. قبل ذلك
أتحدث مع الأستاذة درة المزغني عن تجربتها مع الأستاذ الغربي مسلمي عندما أحدثت نادي المطالعة خاصة للأطفال، وكان شاركها الغربي المسلمي في عديد اللقاءات مع الأطفال وهو يقدم آخر أعماله القصصية. شكرا أستاذ فيصل. الأستاذ المرحوم الغربي المسلمي رحمه الله رحمة واسعة، يعني حقا أثر فينا غيابه، لكن هو قدر الله. حقا تعرفت عليه يعني من زمان، يعني كان هو يعتبر شاعر الطفولة ويكتب للطفولة، فقمت بمسرحة العديد من القصص في آخر الفصل، وكان يحضر يعني بكل سرور. فما أعرفه عنه أنه أقول أنه رمز للعطاء، للبناء، للكرم، إنسان كريم يعني في أخلاقه، أقصد بالعطاء يعني مجهوداته، وقته، فكره، تنقلاته، يعني كي تقول له راهو في الغربي راهو غدوة عندنا في الساقس، يعني ما يقولكش لا، وين تكون في الساقس وصعيب التنقل بين العامرة، ما شاء الله يعني لا يرفض أي طلب، كريم كريم بما أتم معنى الكلمة. لدينا يعني سنة تقريبا انطلق نادي درة للمطالعة، يعني من أول المشجعين قال لي مدام درة فكرة رائعة ونحاول نعاونك. في ديسمبر قمنا بنشاط للأطفال تحت عنوان لكل طفل كتاب، أقول أنه رجل عرف بكرمه، يعني تداول الأطفال، كل تلميذ أحضر، قدمنا قصص، قدم الهدايا، وقام بمحاضرة للأولياء وللأطفال، شرح فيها طريقة اختيار القصة، طريقة يعني من العنوان، من الشكل، من الألوان، من الكتابة، فرغب الأطفال، وكانت يعني كان نشاط رائع يعني. والأولياء كان معهم لقاء آخر يعني في جوان، يعني قبل ما يمرض بمدة، في آخر جوان كانت أمسية اختار هو لها عنوان قهوة وكتاب، وحضر معنا الدكتور عادل والهوى الأخصائيين وبعض المدربين اللي لهم علاقة بالعالم الطفل، فقدمنا يعني كيف نرغب الأطفال، كيف يتواصلوا مشروع القراءة في العطلة، يعني في بداية العطلة حتى لا تكون قطيعة يعني ونعود. فقدم كذلك مجموعة من القصص، وخاصة أذكر سلسلة عائدة، يعني أطفال عندما أقول الغرب مسلم سيدتي هو كاتب سلسلة عائدة، سلسلة عائدة يعني هو كتب للطفولة وسعى جاهدا أن يمرر قيم سلسلة عائدة، هي أذكر سر الحافظة، حفيدة قرطاج، شجرة الخروف، فيها قيم التسامح، السلم، المحبة، الاحترام، وخاصة كان يدعو في هذه السلسلة بالذات للتسامح وحب المواطنة وحب الوطن. كلما أقوم بمسرحة هذه القصص أبنائي سيدتي لماذا سمى البنت عائدة والأب عياد، هو دعوة إلى المواطنة، دعوة إلى حب الوطن، دعوة إلى الهجرة، إلى عودة المهاجرين إلى الوطن، فرسخت في أذهانهم فكرة المواطنة، فكرة حب الوطن. وإلى جانب ذلك كذلك لدي مجموعة قصصية قمت بمسرحتها، خاصة إبراهيم في العاصفة، هي تحمل قيم إنسانية، خاصة العلاقة بين الوالدين، بر الوالدين، العلاقة بين الآباء والأبناء. مشروعي في الفصل كان تحت عنوان الطريق إلى الأخلاق، فكان يشجعني دائما رحمة الله عليه، والأطفال لهذا اليوم يعني ما زالوا متشبثين بتلك القصص بروحه التي تكون معنا في كل قصة نطالعها ونقوم بمسرحتها. غازي العيادي، حبيت زماني، ونعود لمصات المشوار مع الأصدقاء حول الشعر العربي التونسي الغربي مسلم. حبيت زماني لما رأيتك وأنا كنت مالي لما ناديتك، حبيت زماني لما رأيتك وأنا كنت مالي لما ناديتك، ضاع الكلام مني وانت بعيد، كلام مني وانت بعيد عني، دور علي شمعك لما هويتك، حبيت زماني لما رأيتك وانا كنت مالي لما لديتك، حبيت زماني لما رأيتك وأنا كنت مالي لما لقيتك، ضاع الكلام مني وانت بعيد عني، ضاع الكلام مني وانت بعيد.
عني نور علي شمعي لما ذويت حبيت زماني لما رأيتك وأنا كنت مالي لما ناديتك حبيت زماني زماني لما رأيتك وأنا كنت مالي لما ناديتك ضاع الكلام مني وانت بعيد عني ضاع الكلام مني وانت بعيد عني نور علي شمعي لما هويتك ومالي سهران وروحي تناديك أشوف زماني هيمان وأنا أفكر فيك أسأل ومالي سهران وروحي تناديك أشوف زماني هيمان وأنا أفكر فيك ذاب الفؤاد وطال البعاد في الفؤاد وطال البعاد نور علي شمعي لما هويتك حبيت زماني لما رأيتك وأنا كنت مالي لما ناديتك حبيت زماني لما رأيتك كنت لما ناديتك ضاع الكلام مني وانت بعيد عني ضاع الكلام مني وانت بعيد عني نور علي شمعي لما غويت زماني نساني كل اللي كان قال لي الحبيب ووفاني وراح الحرمان لما زماني نساني كل اللي كان قال لي الحبيب ووفاني وراح الحرمان طال الكلام وزاد الغرام طال الكلام زاد الغرام نور علي شمعي لما هويتك حبيت زماني لما رأيتك وأنا كنت مالي لما ناديتك حبيت زماني لما رأيتك لما ناديتك ضاع الكلام مني وانت بعيد عني ضاع الكلام مني وانت بعيد عني نور علي شمعي لما غويتك
نعود إلى لقاء ولقاءات ومع الأستاذ جميل فتح الهمامي، الأستاذ درة المزغني كان معنا كذلك منذ بداية الحصة، الأستاذ عبد الرزاق القلسي. أستاذ جميل فتح الهمامي الغربي المسلمي كتب منذ أواخر الستينات من القرن الماضي، كتب عن العروبة، عن فلسطين، عن تونس، عن الوطن. الرجل كله حب لهذا الوطن العربي الذي يمتد من المحيط إلى الخليج. حقيقة من عرف الغربي المسلمي عن قرب ناهيك عن المادة الشعرية التي تناولت يعني تونس والوطن العربي والإنسانية ككل يعي جيدا أن هذا الشعر لم يتناول هذه المسألة فقط من وجهة نظر أدبية من خلال يعني مجموعة من القصائد أو من الدواوين، بل بالعكس تماما كانت أشبه بعملية ترجمة، ترجمة لمجموعة من مجموعة من الأحاديث، مجموعة من القضايا، مجموعة من المبادئ، تم ترجمتها من الواقع إلى يعني المادة الورقية، وتم يعني إنتاج ما يشبه العالم داخل العالم. فالشاعر المرحوم الغربي المسلمي كان يعيش اللحظة باللحظة، وكان يتابع يعني الأخبار ثم يعيش مع ما تبثه هذه الأخبار، فكان يفرح إذا كانت يعني أخبار الوطن العربي تفرح، وكان يحزن إذا كانت أخبار الوطن العربي تحزن. كان يعني يبكي يعني وليس من باب يعني المجاز، بل حقيقة عندما يرى يعني أطفال ربما فلسطين أو غزة المحاصرين أو المشردين أو إلى آخره. فالرجل كان يحمل قلبا يعني حنونا وعطوفا لا على يعني تونس فحسب، وإنما انفتح به على العالم ككل. وأذكر جيدا أنه يعني استاء كثيرا عندما انقطعت يعني الأنشطة الثقافية والأدبية بفعل يعني التوصيات اللجنة العلمية لموجبها فيروس كورونا، لأنه كان يعتبر هذه الجلسات وهذه الأمسيات شريان آخر من شراييني. كان يحب الشعر، كان يحب الوطن، كان يحب العالم العربي، كان يحب فلسطين، كان يحب العراق، كان يحب سوريا، كان يحب يعني الشام ككل، كان يحب مصر، وكثيرا ما كان يعني يشير إليهما سواء بالمباشرتية كأن يقول سوريا، العراق، الشام، أو كأن يشير في إحدى قصائده. أذكر أستاذ فيصل يقول ولي شمساني، والشمس الأولى يقصد بها تونس، والشمس الثانية يقصد بها العالم العربي. فالغربي المسلمي لم يكن حاملا لقضية فحسب، إنما كان متبنيها، وكان يحلم بأن يرى يعني الوطن العربي كما أراد له أن يكون. فأذكر أنه صرحني مرة أستاذ فيصل عندما ذهب إلى دولة البحرين في إطار يعني مهرجان شعري عربي والتقى بوفود عربية من مختلف الجنسيات، كان يقول لي دائما قبل أن يذهب ثم بعد أن عاد من البحرين، كان يقول لي يعني يا جميل حقيقة سعدت بلقاء أشقاء العرب، سعدت يعني بهذا اللقاء، بأن يعني نشدنا الشعر وأنشدناه وسمعت واستمعوا لي. فكان الرجل يسكنه هذا الهاجس ويعيش على حلم كان يريد أن يذهب به بعيدا، ربما كما قال الأستاذ عبد الرزاق منذ قليل سيتحقق هذا الحلم بعد عقد من الزمن أو بعد حيز أو حين من الزمن، وعندها سيكون يعني الغربي المسلمي ربما في عالمه الآخر الذي هو عالم أنقى وأصفى من العالم الذي نعيش فيه الآن، وكلنا طبعا سنكون في ذلك العالم يوما ما. أعتقد أن الغربي المسلمي رحل جسدا وترك فينا حلما، رحل يعني جسدا وترك فينا هاجسا، ألا وهو أن نعيش من أجل الوطن وأن نعيش من أجل قضية اسمها تونس والعالم العربي. ممكن نستمع إلى قصيدة من قصائد الغربي المسلمي أو قصيدة لك أستاذ جميل؟ بما أن المقام مقامه أستاذ فيصل وحصة مهداة لروحه يعني، فأقرأ له من ديوانه الذي قدمته والذي أحبه للأمانة. يعني الشاعر صحيح يكون كالأب لا يفرق بين أحد من بناته، ولكن هذا الديوان أحبه جدا. فأقرأ يعني قصيدة أهداها إلى أيقونة الثورة التونسية ذات ديسمبر 2011 محمد البعزيزي. قال فيه محمد البعزيزي: جمع بصيغة فرد. محمد، أتراه هزه الغضب أم قاده للظى الإلام والكرب؟ لعلها الصفعة الأنثى التي طرمت في وجهه قد أرته النار تلتهب، فحصرته فما ألفت كرامته إلا الوقود فهبت نفسه تثب. ثم احتفى بلهيب النفط يضرمه، وفي لظى النفط قد يسترحم اللهب، فلما يرد على صفع التي صفعت
إذ كان يمنعه عن صفعها الأدب هو الشهيد الذي من قبل أوبته قد أنجبته الغداة السادة النجب، لأن قومه كانوا من ذوي حسب وأنه لذوي الأحساب ينتسب. هو الشهامة فيه أهلنا اختزلوا، وفيه قد وجدت أخلاقها العرب، وحل في روحه شبان أمته جمعا بصيغة فرد كلهم غضب. يا أخلد الناس ذكرى في الورى سجدت لنور نارك في ألوانها الشهب، والثائرون على الطغيان ذكرهم باق كذكرك مهما طالت الحقب، والناهبون البلاد الدهر جرعهم من الهوان على قدر الذي نهب، لا ينتسى منهم المرجوف من فزع يستركض الوقت مرعوبا ويحتجب. وشعبنا فوق هذه الأرض موطنه له البقاء وللطاغية الهرب. وفي الجنوب هفى الزيتون منجدلا، وفي الجنوب هفى الزيتون منجدلا، وفانقات النخيل جادها الرطب. رحم الله الغربي مسلمي ورحم الله محمد البوعزيزي. أسأل الأستاذ درة المزغني سبب اختيارك لنصوص الغربي مسلمي. حقا يعني في كل مجموعة قصصية تجد الأسلوب الثلاث، تجد الفكر الواضح، تجد يعني القيم التي سعى أن يعني يزرعها وينثرها في الطفولة. فحلمه أكيد وتنشئة الطفولة ممتعة متزنة، يعني أكيد كل من يطلع على قصصي آخر لقاء معه حتى من الأولياء، يعني لما يعني عرض مجموعته القصصية الأخيرة يعني الصورة الكتابة، هو كان بأسلوب يرغب حتى في شراء القصة حتى في مسك القصة، وكان خاصة يركز على الأولياء، فيقول لي سيدتي لا يكفي أن أرغب الطفل كذلك الأم، فيركز على دور الولي في ترغيب الطفل في المطالعة. فكتاباته وفكره وقيمه الموجودة في جل القصص كان يزرع فيها يعني بطريقة غير مباشرة أنه يريد أن ينشئ جيلا متشبثا متشبعا بأصالتنا بحضارتنا بكل ما يحمل من فكر يعني جميل من أخلاق، وهذا ما نطلبه أن يكون في طفولتنا. فهذا ما أراه أن وما بدوري إلا أن أرغب أطفالي أن يتواصل المشوار وأن يطالع كل ما كتبه في ما أدعى يعني في بطون كل كتاب كتبه المرحوم الغربي مسلمي. كيف كان تفاعل الأستاذ الغربي مسلمي مع الأطفال دون السن 10 سنة وهو الشاعر والقاص الكبير؟ يعني بكل صدق لما تنظر إلى ملامح وجهه فقط، لا أصل إلى الكلام وإلى ملامح وجهه، وحتى في ظروف كنت يعني في ديسمبر سنة 2020 يعني في أخطر فترة أنها فيها الوباء فيها، وكان حاضرا معهم يعني فقط أنه يبتسم وتشع عيني يعني حب رأفة محبة، هذا ما هذا هو الخطاب الذي وصل لجل الأطفال. فحتى الأطفال يعني يمكن أقول له يعني بكل حس يعني بأسى بحزن، سيدتي هل سيزورنا هذا السنة في هذا الفصل؟ فما نقول إلا رحمه الله ورحمة واسعة. أسأل الجميل فتح الهمامي، الغربي مسلمي هو ابن منطقة المهارة من ولاد مسلم منطقة العامرة، ممكن لو كان الغربي مسلمي في العاصمة أو في مدينة أخرى أكثر كثافة سكانية كان له صيت واسم كبير في الوطن العربي؟ بالضبط أستاذ فيصل، شكرا على هذا السؤال لأنه سؤال مهم جدا. نعم. ويفتح جرح عميق للأمانة للأسف، يعني يحس به لا الغربي المسلمي فقط ولا عائلته أيضا ولا المقربين منه بل حتى جمهوره الذي يعني أدمن شعره للأمانة، لأن الشاعر في حجم الغربي المسلمي قلت عنه أنا في مقال ذات يوم، قلت له الغربي المسلمي ما هو إلا مجموعة فرائس التهمت على مهلنا، الأسد هو في الحقيقة مجموعة فرائس التهمت على مهل، وما الفرائس هذه إلا الدواوين والمجاميع يعني الشعرية وأدب الطفل، فكان شبهته بالأسد الذي ما صار أسدا إلا بعد مجموعة كبيرة من الفرائس. فالغربي المسلمي كما قلت أستاذ فيصل وأشرت حقيقة لو كان في زمن غير الزمن وفي مكان غير المكان لكان له صيت أكبر بكثير. لماذا؟ لا لاسمه أو لحسبه أو لنسبه أو للأرض التي ينتمي إليها، بل لأن نصه وشعره وقلمه هو الذي من سيدفعه إلى هذا. وللأسف ربما من نكد الزمان نرى شعراء
وشاعرات أقل يعني بكثير في يعني إنتاجهن أو إنتاجهم الشعري، لا يمتلكون الصور التي يمتلكها الغرب المسلمي، لا يمتلكون اللغة التي يمتلكها الغرب المسلمي، لا يمتلكون البنية الفنية التي يمتلكها الغرب المسلمي، ومع ذلك لمجموعة ربما من العلاقات أو من الحسابات الأخرى قد ذهبوا أشواطا بعيدة. في المقابل شاعر في حجم الغرب المسلمي باقتداره وقدرته الشعرية على صياغة أكثر من قصيدة في يوم واحد، وصل الغرب المسلمي أستاذ فيصل يكتب 3000 قصائد في ليلة واحدة. الغرب المسلمي يمتلك أكثر من 150 كتاب، يعني اعتذر على العبارة باللغة الفرنسية، يعني أنسيكلوبيديا إنيفرساليس مش شوية أستاذ فيصل. راهو عندما تتحدث عن موسوعة شعرية حقيقية، وليس يعني من باب المبالغة أو من باب يعني الادعاء بالباطل. الأستاذ الغربي المسلمي لوحدي قدمت له 3 أعمال، وربيعها اختطفه يعني من الموت قبل أن نتم ذلك الحلم وتلك الجلسة. الغربي المسلمي كتب في السياسة، الغربي المسلمي كتب في العامية، الغربي المسلمي كتب للطفل، الغربي المسلمي كتب للقومية العربية، الغربي المسلمي كتب للمرأة، الغربي المسلمي كتب لتونس، الغربي المسلمي كتب لثورة الياسمين 2011، وكتب حتى لضحايا الكورونا. الغربي المسلمي كان يحس بأنه يجب أن يتحدث في كل شاغل من شواغل هذه الدنيا، لأنه إنسان، لأنه ينتصر إلى قضية الإنسان. الغربي المسلمي حقيقة لو كان في مكان ربما يقدر مكانة هذا الشاعر الحقيقي لرأينا ربما كان يوم وطني باسمه، شارع باسمه، يعني فالشوارع التي تحمل أسماء ربما سياسيين أو ممثلين أو مغنيين أو كذا تحمل أيضا، وليس يعني من باب يعني الاستكثار على شاعر في حجم الغربي المسلمي، أن نجد له على الأقل شارع في مدينة صفاقس، وهنا ربما يعني من خلال يعني مصدح إذاعة تونس الثقافية وإذاعة صفاقس ربما يسمعون الأخوة في بلدي صفاقس، يعني ليس خسارة في حجم شاعر باسم الغربي المسلمي أن يكون أبسط شيء يعني شارع باسمه. فالغربي المسلمي شاعر ولد ليكون شاعرا، ومات وهو شاعر، وبقيت ذكراه شاعرا. وربما يعني في 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 20 ثانية سكوب أستاذ فيصل لك، يعني باعتباري وأنت تعلم جيدا أني رئيس منتدى العربي لدعاجي للأدب والفكر، ستكون لي يعني خلال الأيام القليلة القادمة جلسات عمل مكثفة حقيقة مع مختلف يعني الجهات الفاعلة في الساقس للبحث عن بعض دورة كاملة كبيرة جدا عربية تحمل اسم الغربي المسلمي، ربما سنعلن تفاصيلها لاحقا. نعم، هو شاعر من طينة الكبار كما ذكرت جميل فتحي الهمامي، لكن هذا الشاعر لم يحظى بإنتاجه، لم يحظى بكتاباته، لم يهتم به أحد، ومات كأي إنسان، رغم أنه كما قلت من الأسماء والأقلام الكبيرة جدا. هل هو تقصير من الحركة النقدية في تونس؟ تقريبا أستاذ فيصل أحملها نصف المسؤولية، وللأمانة أيضا سلطة الإسراف تتحمل جزء من المسؤولية. دائما ما يشتكي المثقفون عموما من قلة الدعم، من قلة اهتمام سلطة الإشراف، هذا من ناحية، وأيضا الحركة النقدية في 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 في, في تونس وفي صفاقس ككل، لأن الحركة النقدية للأسف أستاذ فيصل، وأمام الله يعلم الله هذا الوجع الذي أقوله حقيقة وأنا أحدثك الآن في هذه الأمسية التي تحمل عنوان إهداء إلى روح الغربي المسلمي، الحركة النقدية في تونس أشبه ما يكون بمركز بوليس. العمل النقدي في تونس الأشف يشبه عملية تحقيق، وكأن الكاتب أو الشاعر أو الروائي أو المسرحي أو المنتج الفني ككل عندما يقف أمام الناقد أشبه بمتهم في جلسة تحقيق. والمفروض هي علاقة تكامل. علاقة تكامل أستاذ فيصل، سأعطيك مثالا حتى يفهم الجمهور ذلك. عندما يقف إنسان أمامك، إما أنت تقول له أنت طويل القامة، أو أنت تقول له أنت صاحب المتر وثمانين سنتيمتر. عندما تقول له أنت طويل القامة فهذا توصيف، أما أنت تقول له أنت صاحب المتر وثمانين سنتيمتر فهذا تحقيق. فالناقد لا يقول للعمل أنه عمل جميل وجيد أو سيء، لا، وإنما يتحدث بكل موضوعية. النقد هو الكتابة الثانية بعد القراءة، والقراءة الأولى بعد الكتابة، هكذا أعرف شخصيا
النقد. فالنقاد الذين تناولوا الغربي المسلمي تناولوه بصورة فولكلورية، بصورة كلاسيكية. عندما قدمت أراد أن أقطع مع هذه الصورة النمطية، الغربي المسلمي يجب أن يقدم لا كشاعر فحسب، وإنما يقدم كإنسان. كل الذين يعني يتعاملوا، وهذا ككل وربما فرصة أستاذ فيصل لأقوله عبر يعني لقاء ولقاءات، يعني يجب كما قال يعني لويس عوض الناقد الكبير الذي أطل أواخر الثمانينات في إحدى الحلقات التلفزيونية وهو واجم الوجه ويقول يعني في ختام الحلقة، عندما أرادت المذيعة أن تختم معه الحلقة فقالت له يعني دكتور لويس، وهو لويس عوض ولويس على ما هو عليه من اسم، قالت له كيف تختم دكتور هذه الحلقة؟ كررها ثلاثا أستاذ فيصل عندما قال، وذلك في أواخر ثمانينته مش في 2021، قال أنقذوا ما تبقى من شرف النقد العربي، أنقذوا ما تبقى من شرف النقد العربي، أنقذوا ما تبقى من شرف النقد العربي. فما بالك اليوم، وهي ربما مشكور أنت أستاذ فيصل على هذا السؤال المهم، ربما صيحت فزاعة من خلال برنامج لقاء ولقاءات، لأن نقول للنقاد أرجوكم عودوا إلى حركة النقد الحقيقية. اليوم حركة النقد بالمحاباة، الأستاذ فيصل الجاسمي ربما هو شاعر صديقي فأقول فيه ما لم يقله مالك في الخمرة، أما إن قلت يعني في علاقة يعني غير جيدة معه فإني أكل له التهم. يعني النقد أصبح يعقب بالمحسوبية، النقد أصبح يساغ بالعلائقية، النقد أصبح يعني يرسل كباقة الورود. يجب أن نقطع مع هذا، النقد مدرسة حقيقية أنتجت كبار وكبار النقاد وكبار الأدباء، وما الغربي المسلمي إلا جزء، وليس يعني مبالغة في ذلك، جزء من هذه المنظومة العظيمة التي يجب أن يأخذ حقه فيها كشاعر وككاتب وكناقد أيضا وكإنسان. نعم، نختم بقصيدة من قصائد الشاعر الكبير الغربي المسلمي. الغربي المسلمي، سأقرأ له أستاذ فيصل القصيدة التي حدثتك عنها ونحن نتحدث منذ قليل، عندما قلت لك عندما قال شمساني. نعم. شمس يقصد بها تونس، وشمس يقصد بها العرض الوطن العربي. سأقرأ له هذه القصيدة مهتدا إلى 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 روحه. أحسنت الاختيار، تفضل. شمساني. شمساني إلاهما ما كان لي طلب، كلتاهما لمعين الشعر تنتسب، إحداهما ضوأت قلبي فصار لها من وده دفق نبضه بوحه الشهب، وهل سينجو الذي يوما تساكنه حبيبة حبها في النبض يصطخب. فتلك تونس، من أضحت تساكنني، وفي مدار الهوى تنحو وتقترب، ولست أدري أدفء بات يسكنني أم بات يشعلني في حبها لهب. أما التي كنت قد أحببتها معها فضوءه صانه التاريخ والأدب، وبيتها الشعر والقرآن منطقها، وما تزال إلى إبداعنا تهب. تلك الحبيبة شمس اسمها لغتي، ويفخر الشعر ولو للشمس ينتسب، وتونس العرب مني مثلما لغتي، كلتاهما عند قلب القلب تنتصب. حبيبتان هما لا فرق بينهما، ومن أحب تساوت عنده الرتب. هذه بلادي بها روح لإخوتنا، وأهلها في قراهم عندهم أرب، تلين أيديهم للمكرمات ولو شح الزمان تراهم وحدهم. وهبوا بلادنا خيمة مدت صرادقها، والظاعنون إذا مروا بها ضربوا، عود على البتء أرضي بعدما جدبت، فالغيث صاب بها والزرع والعشب. والشعر إن لم يؤول حلم من عشق، بات القصيد على معناه ينقلب. وهل سينشد لو فاتت قوافله، حدا البسيط بها أم ساقها الخطب. رحم الله الغربي المسلمي. كلمة أخيرة أستاذة در المزغني، وأنت اتصلت بالغربي المسلمي قبل وفاته بأيام. حقا يعني بكل أسف، يعني شعور أني لم يتواصل مشروعي معه، ولم يتواصل يعني خطتنا ودراستنا، لأن كان لدينا حلم وأننا نرغب أكثر الأطفال في على المطالعة، على يعني حب الكتاب، لكن هو قدر الله رحمة الله عليه. لكن كلمسة وفاء لكاتب الطفولة سأقوم بمسرحة مجموعة لقصصه، خاصة سلسلة عائدة إبراهيم العاطفة، حصيصة
يعني بكل وفاء سأحاول أن أمرر كل ما كان يحلم به، كل ما يعني كان يريد أن ينشئ هذا الطفل على نوع من الإبداع، على حب الكتاب، على المطالعة. وطبعا هو يعني أبسط شيء يمكن أن نقدم له مثل هذا الكاتب، مثل هذا الشاعر العظيم. وسنحاول أن يبقى أدبه وفكره مشعا بيننا وبين أطفالنا، لننشأ لنحاول أن نعد جيلا يعترف بمثل هذه القامات الأدبية والشعرية. لم يتوفى الغربي مسلمي، لكن نصوصه حية نابضة، كتبه التي كتبها تزيد عن 150 كتاب. كلمة أخيرة أستاذ جميل فتحي. عطفا على ما قلت أستاذ فيصل، الغربي المسلمي لم يمت ذكرى، الغربي المسلمي لم يمت إبداعا، الغربي المسلمي لم يمت شعرا. وإن كان يعني الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في يوم قال أصبحت أكره الحق، فاستغرب الصحابة ذلك، فكان يقصد الموت. قال نعم أصبحت أكره الموت، وأنا أكره الموت الذي اختطف منا كبار وكبار وأصدقاء وأحباب. رحم الله الغربي المسلمي الذي سيبقى ربما شاهده الذي نزوره ونقرأ عليه الفاتحة، سيبقى شاهده شاهدا على ميلادي ووفاة شاعر كبير حلم وما زال يحلم، وترك فينا نحن الشباب خاصة، وكان يؤمن بنا نحن معشر الشباب أستاذ فيصل، كان يؤمن بنا أي حد كبير، وكان دائما يقف معنا. وكما أشارت الأستاذ الدر منذ قليل، كان يتكبد عناء السفر من العمر ومسافة ليست بالقليل ليقف معنا، لا لشيء، ليقول لنا أنتم شباب الغد، أنتم بنك أهداف المستقبل، تونس أمانة في 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 أيديكم. رحل الغربي المسلمي اسما ربما أو جسدا، ولكنه لم يرحل خالدا وإنسانا وشاعرا عظيما وكبيرا، ترك فينا ما ترك فينا، وإن شاء الله سنحمل معه هذه الأمانة إلى أن نلاقي ربنا. رحم الله الغربي مسلمي، كل الشكر وكل التقدير للأستاذ عبد الرزاق القلسي، للأستاذ جميل فتح الأمامي، للأستاذ درة المزغني. كانت معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي منجي الشعري، أنا مصدح فيصل قاسمي، أقول لكم نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، إلى اللقاء. أبحر البحر والميناء والشجر رفقا حبيبي وعد، رفقا حبيبي.
ولقاءات لقاء ولقاءات مع أهل الثقافة والإبداع. لقاء ولقاءات إعداد وتقديم فيصل الجسمي.